كل العراق بالكرم بشفة وأهل البصرة بشفة. اللي ما عنده صاحب بصراوي ما يعرف شنو يعني الصداقة. اللي ما عنده بصراوي بحياته ما مر وشاف طعم الطيب. اللي ما عنده بصراوي عايش وياه وماشي وياه ما يعرف شنو يعني الكرم والأخلاق، ما يعرف شنو يعني وقفة صاحب. هذا البصراوي شوف سبحان الله، وكأنما الله سبحانه وتعالى يريد يطلع أهل البصرة لوجههم الحقيقي للناس، فصار خليجي 25 بالبصرة. فشوفوا أهل البصرة، عندنا الضيف الاخ من السعوديه، واليوم لقيناه بالتقاطع مع الجزيزي واللي جاي اللعبه. اليوم ما تروح ويانا، تروح للبستيني. للبستيني تروح ويانا الضيافه. شو تقول اهل البصره؟ البصره تاج على راسي. احنا بخدمتك اهالي البصره، احنا البستيني. الله يطول عمرك. وهاي منطقتك هنا خد شمير والبصره والبستيني بخدمتك. الله يطول. شو يانا انت وعقلك على راسي والسعودي على راسي والعراق. قسما بالله اهل الكرم واهل الغيره واهل الشجاعة واهل النماص، قسما بالله اي سعود ما يودون الفندق ياخذون البيت. ابد ماكو فنادق، اقسم بالله سكروا الفنادق كلها ولا في احد يجي الا ببيوتهم. انت مخبل؟ ما في اهل البصرة مخبل انت ابويا. طبعا هاي مخبل عندنا بالعراقي، يعني انه من نريد نقول للواحد اذا يريد ما يقبل الكرم والاخلاق، انت مخبل ابويا، انت مخبل. اهل البصره يفتحون فنادق، اهل البصره يعرفون بيوتهم مسدوده لضيوف العرب ويفتحون فنادق. بويا تخبلتم خو ما تخبلتم؟ انت جاي للبصراوي، انت جاي مدينه البصره، انت جاي لاصل المحافظه، اصل الكرم. انت وين جاي؟ للسعودي، القطري، الإماراتي، اليمني، الكويتي. أنت وين جاي؟ أنت جاي لينبوع الكرم البصرة.